أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام الجليل، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين يعقد ندوة علمية تعنى بمناهج الفتوى المعاصرة. في المدى موقع أمريكي: 3 أشهر من الاحتجاجات يطالب فيها البصريون بتحقيق مطالبهم. نطالع في موقع كتابات: عرب كركوك يدعون لتفتيش سجون إقليم كردستان بحثا عن آلاف المغيبين. جاء في جزيرة نت: ترامب: الله وحده يعلم ماذا سيحدث للسعودية بدونه. ونقرأ في العربي الجديد: ظريف: سننسحب من الاتفاق النووي إذ لم يكن العرض الأوروبي مناسبا. ونطالع في القدس العربي: ميركل تحذر ترامب من تدمير الأمم المتحدة. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة العبادية: الاغتيالات ليست صدفة ومجموعات منظمة تقف وراءها. بعد أن مرت مسرحية انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان مرور الكرام، ولم يغضب على من كتبها وأخرجها ولو على الأقل 10 عراقيين، جاء دور رئاسة الجمهورية لتكون هي الأخرى مسرحية أكثر رداءة ومرارة، وفق الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. ومن نكد الدنيا على أهل العراق الذي اتخذه المعممون في إيران منطقة استراحة وتموين وتمويل، أن تصبح دولتهم برؤسائها ووزرائها ونوابها وحتى بقضائها من أملاك السفارة الإيرانية وحدها دون شريك. ومن يتابع مسرحيات الانتخابات التي تعودنا على حضورها كل 4 سنوات ويدقق في مفاهمات وصفقات لاختيار الرؤساء، لابد أن يدرك أن لإيران مصلحة عليا في أن تهان المقامات وأن تمرغ هيبة الرؤساء والوزراء والنواب والسفراء بالتراب، إلى الحد الذي يجعل المواطن العراقي لا يحترم رئاسة الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس برلمان. ومن أقدس الفرائض الإيرانية الخمس في العراق أن لا تسمح لديمقراطي مستقل غير طائفي وغير مكفول من الأطراف الدينية الحاكمة بدخول القصر الجمهوري ومبنى رئاسة الوزراء وقبة البرلمان. ويضيف الكاتب في الختام: نكرر القول إن رئيس العراقيين الجديد لن يكون فيصل الأول ولا عبد الكريم قاسم ولا عبد الرحمن عارف ولا حتى صدام حسين، بل سيكون موظفا صغيرا لدى هادي العامري ونوري المالكي وقيس الخزعلي، فهل من معترض؟ نحن مجتمعون والنساء في العراق بخاصة بحاجة إلى رعاية أممية، وعلى المجتمع الدولي حمايتنا. هذه بلاد تتيح للقاتل أكثر مما تتيح للمقتول. الدولة عاجزة في جانب ومتواطئة في جانب واضح آخر، كما يصف الكاتب. المجتمع متواطئ أيضا، هناك سلوك اجتماعي لا يكتفي بالصمت بل ويبرر أيضا، وما قرأناه في صفحات التواصل بأقلام الرجال والنساء مع الصمت الذي تبديه المؤسسات يجعلنا بحاجة لرعاية أممية فعلا، وفق الكاتب طالب عبد العزيز في مقال نشرته صحيفة المدى. سيكون القاتل آمناً، هو آمن بكل تأكيد كلما سمعنا تبريراً للقتل نحن الأحياء. لا نتحسس صدورنا دائماً، ستكون ثياب نسائنا وتسريحة شعورهن ووجودهن في المدرسة والوظيفة مع زملائهن أسباباً موجبة عند القتل. هل تذكرنا مقاتل النساء في البصرة ومقاتل العاملات في المقاهي في بغداد ومقاتل الحلاقين في عموم الوسط والجنوب؟ القاتل يبحث عن مسوغ والبعض الآخر يمنحه ذلك، وها نحن لا نوفر للشرطة الفرصة الكاملة للصمت
ومن خلالنا تجد الشرطة نفسها قادرة على فبركة قصة مقتل امرأة في شارع، ذلك لأننا كمجتمع نمنحها واحدة من حكايات الشرف والثأر في كل جريمة لقتل امرأة لتسميها جريمة جنائية. ولما وجدتنا نملك التبرير لكل امرأة تقتل، ظلت صامتة أمام أي رجل يقتل في شارع مظلم أو حتى في واضحة النهار. لقد استمرأت الحكاية. معلوم بأن الذي قتل تارة في بغداد أمس، وسعاد العلي قبل 4 أيام في البصرة، وشفاء كردي قبل سنة في الموصل، هو ذاته الذي قتل أسامة الدغمان قبل أسبوع في أبي الخصيب، وقتل هادي المهدي قبل 3 أعوام في بغداد. في المسلسل الدامي الذي لا نجد له نهاية منذ العام 2003 وإلى اليوم في الدوامة هذه نفسها، وكم مواطنين عزل إلا من رفض نشعر بأن مسدس القاتل يقترب من صدورنا بعد كل تبرير سخيف من الشرطة، بعد كل تفسير سخيف للحادثة يصف الكاتب نشاهده في مقطع فيديو أو نقرأه في صحيفة، تبرير القتل قتل آخر، كل عين تفتح للنور تقابلها أعين تفتح للظلام. هذه بلاد يتناسخ القتلة فيها ويتناوبون على رقابنا كلما صرنا إلى الصمت أكثر بحسب الكاتب. أربعة عقود من الحروب والحصار والديكتاتورية والغزو وعدم الاستقرار جعلت العراق ينزلق في فوضى بغيضة وسيئة في حقبة القرن 21، في الوقت الذي كان يطلق على العراق سابقا بمهد الحضارات، أصبح الآن يتنقل ما بين فوضى وكارثة. ولحد فترة أخيرة فقط قام مواطنون من جنوبي العراق بتنظيم احتجاجات ضد فشل الدولة وإخفاقاتها، وتحولت هذه الاحتجاجات في أحيان أخرى إلى حوادث عنف. وإذا كان توفير خدمات أساسية مثل ماء مصالح للشرب مثلا أو كهرباء هو أمر مستبعد تحقيقه، فما بال وضع التعليم العالي في البلد؟ سؤال طرحته صحيفة الجارديان البريطانية. عدد من الأكاديميين العراقيين وطلاب أخصائيين يقولون إنهم بحاجة ماسة لمناهج وأساليب حديثة للتعليم والتدريس. على النحو نفسه فإن كثيرا من الأكاديميين العراقيين قلقون بشأن تدخل السياسة في قطاع التربية، حيث يعتبرونها حاجزا إضافيا أمام التقدم والتطور. سبب ذلك هو أن مؤسسات حكومية مثل وزارة التعليم العالي كبقية مؤسسات الحكومة الأخرى تكون خاضعة لنظام المحاصصة بتوزيع مناصب وزارات الدولة، حيث تكون المحسوبية شائعة في هكذا وضع مما يكون عرضة للفساد، وبالتالي تقيد فرص التقدم والتطور والإصلاح في هذا القطاع. في عام 2017 بحث أكاديمي بريطاني يدعى فران سوذرلاند من جامعة شيفيلد بإنجلترا زار العراق في موضوع كيفية رؤية العراقيين للتعاون الدولي مع جامعات بريطانية في وقت عاشت فيه الجامعات العراقية خلال السنوات السابقة تدخلات سياسية مروعة. توصل إلى أن أكثر من 70% من الذي تم استطلاع آرائهم قالوا إنهم يفضلون التعاون الأكاديمي مع الجامعات الخارجية بشكل كبير. تضيف الصحيفة البريطانية أن منظمة مجموعة الأزمة الدولية تفسر كيف أن أطفال العراق من جيل 2000 هم في تحدي انتقالي، حيث تشير إلى أن معدل البطالة العالية التي يواجهونها تدفعهم نحو الهجرة أو الالتحاق بميليشيات لغرض العيش. جاء في الحياة إذا كانت ثمة مواجهة محتملة بين واشنطن وطهران فإن الطرفين يحتملان تبعاتهما، وأن عليهما معا تقليب دفاتر ملاحظات موفديهما ورسائل عملائهما الحقيقيين والسياسات الخاطئة التي قادت إلى هذه اللحظة. وإذا كانا يريدان توجيه الرسائل فإن ثمة صناديق مليئة بالرسائل، صناديق كثيرة في المنطقة والعالم، أكثر فائدة من صندوق الرسائل العراقي الذي نخرته شظايا السيارات المفخخة بحسب مقال للكاتب مشرق عباس في الحياة اللندنية.
تقول إيران دائما إن في إمكانها معاقبة أمريكا في العراق، تردد ذلك في رسائل متواصلة أدمنها العراقيون ودفعوا أثمانها غاليا، وهي رسائل مفهومة وصريحة على الرغم إنكارها. ومع ذلك فإنها لا تريد حقا إلا الجلوس مع أمريكا للتفاهم في النهاية. ومثل ذلك أنه في اليوم الذي يدعو الرئيس روحاني إلى الحوار مع واشنطن، فإن خطيب جمعة طهران يعتبر انتخاب رئيس البرلمان العراقي الحالي صفعة لأمريكا، وهذا أمر معتاد ولم يعد يثير الغرابة. لكن الجديد أن واشنطن ترامب باتت تهدد بدورها بمعاقبة إيران في العراق أيضا. للحقيقة إن الولايات المتحدة عليها مراجعة دفاتر حكومات بوش وأوباما لتكتشف أنها هي من ساهمت في الوضع العراقي المهلهل. وعندما تقرر الحديث بقوة مع إيران بطريقة إرعاب الشارع العراقي من حدث مزلزل ربما يقع قريبا، ستكون عواقبه على العراقيين لا محالة، تترك خلفها إرثا من التعاونات الثنائية لإبقاء العراق ضعيفا ومحكوما بحكومات فاسدة ومخترقة وفاشلة. ترغب طهران في معاقبة العراقيين على إحراق قنصليتها في البصرة، وتتهم مثقفين وإعلاميين ونشطاء وبسطاء وفقراء ومسحوقين لم يبلغ معظمهم سن الرشد بالتنسيق مع القنصلية الأمريكية. صورا في وسائل التواصل الاجتماعي للقنصل الأمريكي مع شباب من منظمات مجتمع مدني خلال دعوة غداء عامة كأدلة قاطعة، ومن ثم تبدأ القوى المحلية المتعاونة معها بعمليات ترويع في الشارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي ضد المدنيين العراقيين العزل. يبدو أن توترا سياسيا بدأ يصيب العلاقات الروسية الإسرائيلية في إثر إسقاط طائرة التشويش والاستطلاع الروسية من المضادات الأرضية السورية، وتتجسد أسباب هذا التوتر في تبعات إسقاط الطائرة من خلال تناقض روايات إسقاطها بين ساسة موسكو وتل أبيب وعسكريهما، خصوصا في تحديد الجهة المسؤولة عن تداعيات إسقاط الطائرة الروسية، كتب عمر جوش في صحيفة العربي الجديد. يحمل الإعلان الروسي عن تسليم منظومة الصواريخ S-300 رسائل سياسية أشد خطورة مما تحمله من الإجراءات والخطوات العسكرية، خصوصاً أنه ترافق مع الإعلان عن نشر أجهزة ووسائل إلكترونية لتشويش نشاط طائرات معادية واعتراضه في المجال الجوي السوري من جهة البحر الأبيض المتوسط. لكن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تظهر أن نصب منظومة الصواريخ S-300 وتفعيلها من قبل جيش النظام السوري لا يعطيها أهمية استراتيجية أو عسكرية، فضلاً عن أن خبراء عسكريين يرونها منظومة متقادمة، وأن مقاتلات إسرائيل الأمريكية الصنع تملك سبلاً ووسائل لتجاوزها والتغلب عليها، لذلك لن يمنع نشرها في سوريا المقاتلات الإسرائيلية من الاستمرار في استهداف المواقع الإيرانية وقوافل السلاح في سوريا. ولعل الأهم أن التردي الذي بات يعتري العلاقات الإسرائيلية الروسية ليس من المرجح أن يتحول إلى أزمة سياسية حقيقية، لكن توتر هذه العلاقات قد يفضي إلى تشجيع نظام إيران على مزيد من التغلغل الاحتلالي في سوريا. تريد روسيا استغلال الإجراءات العسكرية التي اتخذتها على خلفية حادث إسقاط طائرتها كي تظهر للغرب وللعالم كلها أنها باتت تمسك بجميع الأوراق في سوريا، ليس عسكريا فقط بل عليها استثمار ذلك جيدا سياسيا أيضا. جاء في الشرق الأوسط النظام الإيراني يقود بلده إلى التهلكة، عنوان مقال للكاتب دكتور شمسان بن عبد الله في صحيفة الشرق الأوسط، مضيفا أحداث العرض العسكري الأخيرة في الأحواز أربكت ملال إيران وجعلتهم في حالة تخبط في تصريحاتهم، وأخذوا يكيلون الاتهامات مرة إلى أمريكا والغرب ومرة إلى دول خليجية، مما يكشف أنهم لم يتوقعوا أن يحدث ما حدث، وما علموا أن الشعوب التي لا تنسى إطلاقا من يضطهدها ويمثل بجثث نسائها وأطفالها وكبار السن فيها، حيث لم ولن يحدث على مر التاريخ في العالم ما يحدث في إيران وفي الأحواز العربية، إذ تتم عمليات الإعدام في الشوارع علنا وتظل الجثث معلقة لأيام، هذا ما يحدث في الأحواز.
وها هي اليوم إيران تتدخل في الشؤون الداخلية في عدة دول عربية وتقوم بزرع خلايا نائمة وغير نائمة لها تمدها بالأسلحة والدعم اللوجستي، وكل ما تحتاج إليه في سوريا والعراق ولبنان واليمن وفلسطين والبحرين، وجعلت من نفسها وصية على العرب، وما أيقنت أنه في يوم ما سوف تدفع الثمن. وها هي اليوم تدفع الثمن الباهظ، حيث أصبح النظام الإيراني على وشك الانهيار من الداخل والخارج، إذ قال المستشار القانوني للرئيس الأمريكي رودي جولياني إن الأمور بدأت تخرج عن سيطرة النظام الإيراني، وهو مقبل على الانهيار مثلما حدث مع الاتحاد السوفيتي وبعض دول أوروبا الشرقية. وأضاف خامنئي وقادة إيران يعرفون ذلك أيضا أنهم مفسدون وقتلة. لفت جولياني الذي يعد واحدا من أعمدة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة إلى الوضع المتدهور في إيران قائلا: هناك فوضى وانهيار في العملة واحتجاجات كبرى يحمل فيها المحتجون شعارات تدعو لإسقاط النظام. هناك انهيار حاد في العملة الإيرانية، أدى هذا الانهيار إلى تصاعد احتجاجات الإيرانيين ضد منذ مطلع العام ضد السياسات الاقتصادية والخارجية، حيث يوجه النظام الموارد لدعم حروب بالوكالة في المنطقة عبر ميليشيات متطرفة بحسب الكاتب. بعيدا كل البعد عن السياسة، طور باحثون من جامعة أسترالية مستشعرا بسيطا من الورق يحتوي على وجوه مبتسمة وأخرى عابسة مرسومة بحبر حساس للأشعة فوق البنفسجية، بهدف تنبيه مرتديها إذا مكث وقتا طويلا تحت الشمس كي يبتعد عن أشعتها الضارة. ويقول العلماء إن التعبيرات المختلفة على السوار الورقي تظهر بتسلسل مع زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مما يؤثر أو بالأحرى مما يوفر طريقة منخفضة التقنية ورخيصة للحماية من أشعة الشمس. ويضيف الفريق أنهم أنتجوا نسخا مختلفة من السوار تلائم ألوان البشرة المختلفة، وهو أمر يقولون أنه مهم نظرا لأن الجلد الأغمق يمكن أن يتحمل التعرض للأشعة البنفسجية أكثر قبل حدوث الضرر، وهناك حاجة ماسة إلى المزيد من التعرض للحصول على فيتامين دي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.